السلام عليكم، مرحبا بكم في قناه شيوات كوزينتي. اليوم ان شاء الله الى حين الله واحد غادي نشارك معكم واحد الترند يلاه بدا، وهو تشيكن سيزار بيتزا. هي لا سلطه ديال سيزار، وليني على شكل ديال بيتزا. يا رب هذا الترند باقي ما معروش، نتمنى انه يعجبكم وتجربوه. بون، غادي ندوزو للعناصر. عندي هنايا 300 غرام ديال بيبي ولا دجاج مطحون، كفته. عندي هنايا في القامه الملحه لبزار، الملحه والابزار، شويه ديال السودانيه، شويه ديال قزبر كارم مطحون، وشويه ديال سكنجبير. عندي بيضه وحده، عندي شويه ديال المعدنوس مقرط، درس ديال الثومه محكوك، وعندي هنايا الفرماج اللي غادي نديرو على جوج خطرات في الوصفه. انا هنا في الاناء درت فيه هذيك 300 غرام ديال الكفته مع البيض. الا كنتو غادي ديروا 500 غرام ديال الكفته كديروا جوج بيضات. انا باش نقولها لكم، غادي نزيد هذاك المعدنوس وهذيك الثومه، غادي نزيد القيمه كلها، وغادي نخلط هاد العناصر مزيان. من بعد ما تخلطوا لي العناصر على هاد الشكل بحال هكا، غادي ناخذ هنايا النص ديال هذاك الفرماج. هاد الطبق كيبغي الفرماج بزاف، وغادي نخلط عاوتاني. انا هنا الكفته دابا درتها في اللاطه ديال الفران اللي درت ليها البابيي سلفيريزي، وانا درت ليه الزيت. غادي نسرح هذيك الكفته حتى نصيب لاطبات هالباط ديال البيتزا. البيتزا هي سرحتها، العجينه ديال البيتزا هي سرحتها. انا الفران سخنه على درجه الحراره 180 درجه، غادي ندخلها لمده ديال 30 دقيقه، اولا بما تبان لي انها طابت وشدات راسها، ونخرجوها باش نكملوا الوصفه. بالنسبه للطبق هذا، الطبقه الثانيه للطبق ديالنا اليوم، عندي هنايا شويه ديال الخس اللي قطعته بحال هكا ومغسول. عندي هنايا المايونيز، هذا ضروري مسوس. عندي الفرماج اللي قلت لكم النص درناه في لاباط، والنص دابا غادي نديروه مع الخس. وعندي هنايا بيضه مسلوقه، وغادي تكون الملحه والابزار. هنا في جبانيه ولا في اناء انا درت فيه هذاك دانون مسوس، دابا غادي ندير عليه واحد جوج معالق ديال المايونيز، وغادي ندير الملحه والابزار. هنا لاصوص ديالي ها هي وجدات، دابا غادي نديرها على الخس، وغادي ندير هذاك الفرماج، وغادي نخلط هادشي مزيان. هنا لاباطا بيتزا ديالي راها وجدات، انا حطيتها هنا في طبسيل ديال التقديم. لاصالاد حتى هي راني خلطتها مزيان. غادي نديرو لاصالاد فوق من البيتزا. فصالاد سيزار كيدار الخبز، الا بغيتو ديرو الخبز تقدروا ديرو. انا غادي ندير غير هاد الدغيساج، وانتوما كديروا الدريساج ديال لاصالاد سيزار اللي مول فين كديرو، غير هي عوض ما يكونوا طريفات ديال الدجاج هذا طيبين، طريفات كديرها على شكل ديال بيتزا. انا غادي نبقى حتى نكمل كاع الشلاضه اللي عندي. دابا من بعد ما كملت انني حطيت الشلاضه ديالي، غادي نحك هذيك البيضه المسلوقه، نحكها من الفوق، ونرجعوا باش تشوفوا معايا النتيجه النهائيه ديال البيتزا تشيكن سيزار. البيتزا ديالنا كتجي على هذا الشكل بحال هكا. كنضرب لكم موعد ان شاء الله في الوصفه الجايه. كونوا في الموعد، ونتمنى ان هذا الترند يعجبكم وتجربوه.